خلينا نحييكم متابعينا واهلا وسهلا بكم. فاقتنا الصباحيه الابراج من الحمل حتى الحوت، توقعات صباحيه دائما اهلا بكم في هذه النافذه الصباحيه. ومثل ما تعودنا ان نكون معاكم بقراءه سريعه لاهم حركه الافلاك ومدى تاثيرها على جميع ابراجنا وطوالعنا لهذا اليوم. ونحن في اهم طاقات الاحداث التي من شانها انه تغير الكثير الكثير اليوم من الخارطة الفلكية، أو ربما نحن باتجاه حدث مهم راح يكون يوم 7 و8. لما أذكر أن عمق طاقاتها واليوم يعني نحاول أنه نحدد هالفترات هذه، إذن هو حدث جدا مهم طبعا. وبعد أنه أذكر لكم هذه الزاوية اللي راح تكون من لدن المشتري الذي في برج السرطان أو الجوزاء مع زاوية الزهرة في السرطان، اليوم زوايا جدا مهمة، أو قد تكون هي زاويتين هي الأهم والفريدة من نوعها اللي تكبر لك الطاقات وممكن أنه تصنع الفرق مع جميع الأبراج. قد تكون الطاقات اليوم مائية هوائية، كون أنه المشتري هذا هو الذي يبكر الدلتا المهمة في برج الجوزاء ويعطي الحظوظ أيضا مع ننسى أنه بلوتو الذي في الدلو الذي يعمق لك التفكير والذي يعطيك العنان، أو يحاول أنه يقول لك اطلق تفكيرك، اطلق إلهامك، حاول أنه تثمن كل الجهود اللي تعمل بها، أو عليك الانتباه لكل الأعمال اليوم اللي أنت تقوم بها، يعني أنت تحت المجهر، وأي غلطة من شأنها أنه تخسرك الكثير، بل ولي 17 عاما تدفع ربما أثمان جدا باهظة. ليش؟ لأنه المشتري هذا اللي متمركز في برج الجوزاء بمقابلات مهمة فلكية اليوم يعطي الكثير من الحظوظ، وأيضا يحاول أنه يحذرك. أيضا ما ننسى عطارد الذي انتقل حديثا إلى برج الأسد الناري. طيب إذا ميس هي طاقات هوائية مائية نارية؟ والله هو الحدث هالشكل. تشوفون صباحا درجات الحراره منخفضه، هنالك هواء ونسمات، وهذه النسمات ممكن انه تنخفض رويدا رويدا. وخلوا اقول لكم في بالكم، قريبا تنتقل الشمس الى السرطان برج مائي، نشهد شتاء مبكر، قد نشهد شتاء مبكر. تابعوا اليوم في حلقتي وراح تتذكرون الكلام اللي انا قلته. بس مع عمق الطاقات هذه اليوم اللي انا اليوم اتحدث عنها، علينا الانتباه الى سلوكياتنا. بنفس الموضوع شو أقول؟ أقول هذا العام ما يصلح أبداً لأنك تخاصم، وإن خاصمت والله ما حد يخسر غيرك، لأنه هل التغيير اللي جايب لنا 17 عاماً من شأنه أنه يأخذنا إلى أحداث جداً خطيرة ومهمة، تبدلات، وهذه التبدلات إن شاء الله يوم 15/7 لازم أحكي لكم عنها. كأنه العالم يتحد، العالم كله يتحد في قضيه معينه ان شاء الله ممكن انه نسولف بها. طبعا اكيد نروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم لحتى اليوم نتعرف على عمق الطاقات اليوم، ونحاول انه نشوف هالجوانب الايجابيه من لدن القمر في السرطان اللي اقترن طبعا مع الزهره. ايش جايب لبرج العقرب؟ صباح الخير يا عقرب، صباح النور يا سرطان، شحلاتك يا حوت، ولو انه نبتون متراجع لكن مع ذلك يجلب لك الخيرات الكثيره. يلا الى اتصالاتكم ومشاركاتكم، خلونا نتعرف اليوم على عمق الطاقات وما هي ابرز السمات اليوم من شانها انه نحاول نستفيد منها. يلا الى اتصال هاتفي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، اهلا وسهلا. سلام، كيف تسمعين؟ حياك الله واهلا وسهلا بيك حبيبتي، من معانا نور من الموصل. اهلا وسهلا بيك يا نوره، شلون صحتك؟ الحمد لله، ترى عنك انت اخبارك؟ فدوى عمرك. انا بخير اذا انتم طيبين، اكيد اصير شحلاتني. نحن عم بخير اذا انت بخير دوم ان شاء الله يا ربي. معايا نوره؟ تسلمي، معك حياتي. طيب نوره تفضلي، شلون اساعدك؟ 11/6 اها 95. طيب اللي راح يكون منو؟ عن النصيب. الف بنت زاي. الف بنت زاي. زين. طيب. سمعت قبل فترة خبرتوك، يعني قلتي اكو نصيب اكو نصيب، بس لحد الان ماكو شيء. يلا تحضري، تحضري من يومين، من يومين والفلك يقول يا مواليد الجوزاء يا الحلوين يا لشحلاتكم. شوفوا الجوزاء عانى كثير على صعيد العمل، كانت مناكفات، كانت هواي اشخاص ينافسونه، كانوا هواي مؤذينه، لكن اثبت وبجداره، وبعدين ممكن ياخذ فد مقاليد يمسكها بايده. من جانب اخر نتحدث عن النساء، انت ايش قد بالشهر قلتي؟ 11.
إذا أنت من العشرية الأولى، وهذه العشرية من شأنها أنه تجلب لك الخير الكثير، طبعا مو بس على صعيد القران ولا الزواج ولا حتى الشراكات، مواليد الجوزاء شوفوا إلى نهاية السنة طبعا بمواقع التواصل الاجتماعي يكتبوا لي ميس ما تحدثتي عن الجوزاء، أهم اليوم ممكن نتحدث أيضا عن الجوزاء، ليش بفعل هالقمر هذا الموجود في برج السرطان في البيت الثاني وأنت البيت الثاني، إيش يعني إلك يا حبيبتي؟ تابعي وطالعي رزقة الأشخاص اللي يعملون في مجال العمل، عندهم زيادة ملحوظة في الرواتب أو في المعاشات، أو بعض العشريات ممكن تكون انفاقاتها كثيرة، هسه البعض يقول لي والله بس انفاقات، المهم والإناث اللي من هالعشريات هذا يشهدون طبعا زيجات جدا مهمة، ليش تتقطع الطاقات أحيانا؟ طبعا هنالك احنا شو نقول الفلك في كل يوم في حال، فالزوايا اللي كانت عاملت لك معاكسات تدفع بالطاقات عنك، لذلك ممكن انه ما حظيتي بالطاقه اللي كانت، لكن هي بدات تتجلى لك، يعني هسه هذه الفتره احنا شنو نحسب لبرج الجوزاء؟ من اليوم حتى نهايه 12/1/12 تحديدا. يعني اكو نصيب؟ اكو نصيب، انت بالذات معاكي نصيبين. انت الان حسب الخارطه لا بس افهميني. افهميني بليز، لازم تفهميني. انا من اقول اكو نصيب، يا بنات مو نقعد في بيتنا ونسكر الابواب وناطريه راح يدق الباب، ما هو وين شافك يعني؟ هنا انا شنو اقول؟ اقول نعمل مزاورات، نحاول انه نطلع نشوف، لانه طاقتك في الكون هي بتدور، طب كيف يصيبك النصيب؟ مو بيقولون نصيبك يصيبك؟ ترى المثل ما خلى شيء ما قاله. فانت كيف يصيبك نصيبك وانت في البيت ومسكر الابواب والنوافذ وكل الطاقات اللي ممكن تدخل لك منها الشمس والنور والخير تقافلتها ومتقوقع على حالك. حاولي ان تعملين تروحين ايفنتات وتروحين مكانات بها اجتماعات، حاولي تعملين مع صديقاتك، حاولي هذه الطاقات اي تبادل. فهنا اي والله آية لازم انه تكون آية الكرسي معك زائد الاستغفار، ثم يعني تحاولي انه تكبرين اكثر بالاكبر اكبر اكبر، نعطيكي الطاقات الاكبر، وحاولي انك تطبطبين على حالك على نفسك، تكلمي مع نفسك. ليش؟ لانه الحديث مع النفس هو الجوهر، اللب، العقل، الطفل اللي في داخلك. فانت هنا شو تحاولين انه تستقطبين كل هالطاقات لحتى انه توصل، لانه احيانا الشاكرات تكون مغلقه، هاي على صعيد الطاقه وعلم الجذب وكذا، نحن هسه الان نتركه على جنب. تمام. لكن ان انزلناه في ليله القدر جدا ممتازه، ممكن انه تعملين عليها وان شاء الله تكثرين من أدها. بعد كل ايه تقرايها تقرأين التكبير واسمك واسم والدتك وتنوين مع الله، اربطي شاكراتك، اربطي كل ما انت الى مع الكون لحتى انه ايش تاخذين. تمام. اكو نصيب؟ والله اكو نصيب، والله اكو نصيب، وهذا النصيب شوفي صفاته، تعال يعطيك صفاته، طويل القامه، طويل القامه، وقد يكون عنده شامه او علامه على الجبين، يعني قرب العين او هنا او هنا او هنا، هيك يعني يرتسم الموضوع. فليش احيانا في بنات تكون الصور واضحه مع انه انت ناطره شيء، مع انه انت شاكله ممكن يكون نصيب اللي في بالك، لكن اللي في بالك لا بعد وقت عليه، لان في عناصر او في اطراف او في تقطعات معينه. تمام فهمتيها؟ تمام. تتميزين الله يخليك، شيل التنحيف يعني وصفه منك. تنحيف اول موضوع تروحين تقيسين الدي 3 تبعك. تمام والله بنات اخذوا من عندي هذا الموضوع، طبعا هنا العمر انا ما عرفته بصراحه، بس حتى تتعاملون مع، شوفوا احنا غذائنا اختلف، اوكي احنا على الجو ما عندي وقت، غذائنا اختلف، الوضع اختلف، الطقس اختلف، كل شيء اختلف، واحيانا نتعامل مع جسمنا كيميائيا، واحيانا ممكن انه الروح يكون اكثر شيء للنباتي او للقلوي او لهي المواضيع، هذه كلها من شانها انه تخلق لك جانب من الاملاح اللي ممكن انه في اشخاص ما عندهم وزن لكن عندهم املاح داخل الجسم. باختصار اعملي لي شيء لمسائل الدي 3، بعد الدي 3 لازم حركه، ها شنو انقلبنا ايضا همينا غذاء ورياضه وكذا، بس والله هو هذا الموضوع، انا بشكل شخصي ترى تعرضت لهذا الموضوع، لانه احيانا الاناث يكون عندهم تكيس المبايض، وهذا الموضوع بصراحة مو كل الأطباء ممكن أن ينصحوك به، ليش؟ لحتى تكوني المراجعة شاطرة يمهم. عموما وحاولي أن تشربين ماء مع قليل من الاسكنجبيل الصباحي على معدة فارغة، خففي، ممكن يكون عندك شيء بالمعدة، هنا ينقي الجسم، يسوي الجمال، يسوي كثيرا من المسائل. واللي شاطرة واللي تحب نظارة حلوة تشرب الدبس على الريق، اقسم بالله كل اللي شافني يقول لي عامله ب شو اسمه هذا نظاره بشره وكذا، لكن لا انا دائما للشيء الطبيعي. يلا الى الو اخر. صباح الخير.
صباح الخير والسرور. أهلا شلونك ستنا يوسف؟ يا مرحبا يا حبيبتي، حياك الله. وياك هاء من البصرة. هاء من البصرة؟ أي نعم. ستنا يوسف حابة أسأل عن أخويا. صار من عيوني. عن الإنجاب. طيب. هو مواليد 2001/8/3. 8/3؟ 2001. حاء ابن سين. 2001 ايش قد قلتي لي يا شهر؟ 8/3. وزوجته 2006. دقيقة معايا خليك. وزوجته 2006 20/7. هي 20/7؟ 2006. هو حاء ابن سين. يلا. هي زاي بنت أليف. حاء هو ابن سين. طيب تتنيس عن الإنجاب. هذول صاير لهم فترة أنه يعني من متزوجين ويعانون من التأخر في الإنجاب. أي صحيح. تمام. اسمعيني، هو العطل تعرفين من وين وشنو السبب؟ أتمنى أنه تفهمين أنا شنو قاعد أقول، بس يلا نعبره نعبره. تمام. ايش تقوليها؟ لا لا احنا على الجو ما نقدر هاي المسائل شويه بها. عموما اسمعيني يا حبيبتي، هالطاقات هاي اللي قاعده اشوفها يتكسر الشر وتنتهي كل المسائل، اللي هذول الاشخاص في اشياء معموله ضدهم بالغلط. نعم فهمتيها، خلاص نكمل. الشمس وضحاها، الشمس وضحاها، كثير 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 تعملين هذا الموضوع وهذا الورد على ماء، فقط هالكلمتين وتعطيها لهذا الولد راح يشربها ان شاء الله تتفتح كل شاكراته ويكون الامور اللي، ويا ريت لو تعطيها للبنت يكون افضل. فيها ارقام، فيها سر، هالكلمات هاي او هالحرف هذا في رقم، والرقم الى نمبر معين، فهذا النمبر وهذه الطاقة اليوم اللي نتحدث عنها تنفع هذول الأشخاص. إيش وقت يكون عندهم إنجاب واضح، فرحة مولود بيبي طفل ولد ذكر يعني موجودون إن شاء الله يا ربي في معاهم ولد ذكر مثل القمر. هذا إيش وقت الموضوع راح يصير؟ تبدأ الطاقات وإن شاء الله على 15/8 بلشنا. شوفي يوم 15/7 هالمريخ هذا اللي راح يقترن مع نبتون، كوكب مفاجآت بسيط، يعطيهم من الخير الكثير إن شاء الله. في طاقات إن شاء الله عمق الطاقات جدا ممتاز مع هذول الأشخاص، تتكسر الطاقات. في طاقات خسوف وكسوف، نحن في انتظار هذه الأحداث اللي من شأنها فعلا راح تفعل كرت الدلو ألا وهو نبتون أو بلوتو مع نبتون. نعم معايا بعدك على الهواء. ستنا يوسف أنا خبرتك قبل فترة على بنت خالتي وقلتي لها نجاح. طيب فقدنا الاتصال، ما نفهم بعد هي إيش كان الموضوع. طيب بصراحة الفترات القادمة إن شاء الله اللي راح نشهد في تغيرات جدا ممتازة. يوم 15/7 في حدث جدا مهم هو المريخ الذي راح يقترن مع نبتون في كوكب، قد تكون الأحداث متسارعة وهنالك أحداث متسارعة، لأنه أنا من أقول نبتون هو كوكب بطيء لكن من شأنه أنه يخفض ويرفع أشياء كلش مهمة، وفي أشخاص ممكن تحدث لهم مسائل جدا ممتازة من سنين ما حصلت. ممكن نرتقب أشخاص غابوا عن حياتنا يعودون فجأة، وممكن أنه نرتقب أشياء تكون هذه الأشياء بصراحة أنه فقدناها ضيعناها، المسائل الضائعة ممكن أنه تعود إلى الواجهة من جديد، أو ربما نستقبل أشخاص هم غالين علينا حيل، لكن هالعودات هاي جدا إيجابية يعني تكون. يلا إلى اتصالاتنا ومشاركاتنا مرة أخرى نقول ألو. ألو ألو ألو. السلام عليكم. السلام والإكرام، يا مرحبا. السلام عليكم عزيزتي، حافظك الله مية هلا. وياك وفاء من كربلاء. وفاء شلون الصحة؟ شلونك حبيبتي قلبي؟ فدوى عمرك، شلونهم أهل كربلاء الكرام؟ والله الحمد لله بخير. دوم إن شاء الله بخير. الحمد لله رحم الله والدين. حبيبتي، تفضلي عزيزتي وفاء. أسأل أنا عن وفاء بنت أمينة. عفوا؟ وفاء بنت أمينة. أمينة؟ إي وفاء بنت أمينة. طيب.
90 اي 29 5 عن النصيب 20 وسن العوارض 29 5 منو 29 5 وفاء وفاء بنت امينه الوفاء وفاء منو شو تعود لك هو اني ها انت حضرت انا نعم خير ان شاء الله عن النصيب وعن سن العوارض عندي وعن اسامه خلينا نحكي عن وفاء بعدين ننتقل لأسامة إن صح الوضع والمجال. إيه نعم يلا. يلا. وفاء. وفاء حبيبة نعم. قلبي اللي واضح نعم. معاك مستديرة البشرة سمراء. لا أنا يلا مو سمراء. زين. نعم. قد يكون العشرية اللي ممكن متصلة بالدرجة الأخرى يظهر معاك في فتاة سمراء يأتيك خير من عندها. إن شاء الله سبنيت الغالية وهاي الفتاة وجهها مستدير قد تكون عندها بقع أو علامات على جبينها على خدودها هذه نعم. يصيبك خير من عندها والخير جدا قريب ممكن تكونين متحدثة وياها ممكن تكونين متحدثة وياها تتذكريها لا والله سبنيت ما أتذكر مني يلا لعد قبل خير خيال خير جايك من يم هذا من يم هذه الفتاة سبنيت الغالية وسأل عنها خي سامة يا عيوني أخيت شمين يلا تعاي يا والله خلي سامة 26 5 انتوا شو عندكم ويا الخمسة 26 ويا الخمسة ايه 26 5 96 ايه ايش تسألين عنه ما له خلق شو ما ياكل ولا له خلق هل شافي هم دي شي يلا أسامة نعم ابن ابن أمين أخوي أمينة يلا اسمعيني نعم هذا المولود ممكن يتعرض لبعض المواجهات الفلكية اللي هي أعطته أنه كسلان تعبان وحدة من الركب من مناطق الركب مو قادر يوقف عليها أو متعور نعم. بها تمام؟ نعم ستنس تمام؟ تمام تمام طالما تمام أخذ إن شاء الله الشفاء العاجل يعني ما نقول غير سورة الحمد الحمد الفاتحة ها. الفاتحة تأخذيها على ماء بارد وهذا الماء شوفي وين يكون راح يكون نعم. على أعلى رأسه يعني الماء يسقط على الظهر تماما عن النخاع الشوكي نعم. خلف الظهر يعني راح ينزل هذا الماء ومن عنده يغسل وجهه وذراعاته يبرأ ما عليه بس العافية شكرا ستنيس الغالية والله نسوي الشي سوي الشي باعي راح يشفى بس ما تنسينا من الدعاء لازم نتدعينا ستنيس الغالية حبيبتي حبيبتي شكرا لك طبعا هالارقام هذه اللي تناسب هالابراج هذا لهذا العام يعني اللي تشوفه مريض واللي تشوفه عنده بعض التراجعات اللي تشوف عنده بعض المشاكل في ارقام هسه انا كمتنبئ فلكي اعرف الارقام وين متواجده فما ممكن انا اعطيك ارقام مثلا انه راح تقرا انت مليار مره الف يعني الالف هو الالف هذا الواحد فهالالف هالمليار هذا وين موجود في كلمه من كلمات على فكره المصحف والقران والانجيل والتوراة وكل هذه الكلمات بها سر الكون لو اطلعتم على هالسر هذا لكن يلا شو نقول لمواقع التواصل الاجتماعي مخلصين وقتكم هناك يلا الى الو اخر السلام عليكم عليكم السلام والاكرام اهلا وسهلا حبيبتي حياك الله حبيبتي اسالك عن 19 1 عفوا 19 1 19 1 منو رياض ابن حيفي منو 19 1 حبيبتي اسمه رياض اي ابن خيرية يلا حبيبتي شو تسأليني عن هذا ستميت عن نصيب عن نصيب زين اسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة ايه هذا الشخص غائب او ما تعرفين عنه شيء او ما سمع عنه خبر وينه هذا لا لا ماشي هو بينعم وين هو اخي ويانا هو اخيك وياك ايه طيب تسمعين شيء ايه مدة 15 يوم قولي له هل 15 هاي يوم ممنوع يكون له اي مواجهة مع اي شخص ايه يعني خلي يكون هادئ وخلي يكون ما له علاقة بأحد وخلي يكون ما يتدخل بخصوصيات الآخرين لأنه حسب الخارطة اللي موجودة معاه ممكن يضره هذا الموضوع ممكن يغيب وما تعرفون عنه شيء استثمت شنو سبب وليش طيب تسمعيني باختصار تأخذون نصائح من عندي
بعيدا عن كل هاي المواضيع، هل 15 يوم هذه ما يكثر الزيارات خارج المنزل ولا عنده اي مكان يكون يسافر به شرق غرب اي مكان محافظات ويحاول انه يستقر في مكانه بعد ال 15 يوم يحلها ربك ان شاء الله. بس اذا تحدثنا عن مواضيع الارزاق وتحدثنا عن مواضيع القرانات، هل مولود هذا اليوم القمر في برج السرطان من زاوية كلش مهمة وسكس وير حلوة مع المشتري اللي جالس في برج الجوزاء، وأيضا هنالك زاوية ثانية أخرى من عطارد اللي يقول له تهيئ للأمور الإيجابية. بس هالأمور الإيجابية هو 19 واحد هو برج الجدي. اسمعيني، هو الجدي ولا اعطيك إيه؟ المواجهات اللي قاعده تقول له، مو قاعده اعطيك يعني من وين ده نحكي حقيقة علميا، يعني قاعده اعطيك موضوع علمي لحتى تفهمين والكل ايضا يتابع الكلام اللي انا قاعده اقوله. ايه بس شو وقت ان جاءت مسائل النصيب قبل هال 15 يوم هاي ممنوع يعملها، مو ممنوع سوري ما ممكن يعملها، خليه يرجيها شويه، خليه ياجلها شويه، لانه ظل وعمق الطاقات اليوم اللي متوجهه واللي موجوده معاه بهذه الطريقه تقول له لا تنتظر ستوب، عليك الانتظار بعد 15 يوم، وممكن تكون الطاقه هي حلوه بعد 15 يوم. اذا ايش جابت له؟ جابت له انذار ستوب، انتبه عليك الحذر، ما تعمل شيء لانه انت ممكن تكون مغيب في مكان او تتاخر في مكان وما ترجع لبيتك، ما نعرف ممكن يكون بعدين نرجع له. الطاقة الثانية إن حصل النصيب فيكون من بعد 15 يوم، يعني بعد 15 يوم ممكن إنه نروح لأفراحنا ومسراتنا، تمام؟ يلا ليش؟ لأنه 15/7 حب لا بين مفاجآت وأي مفاجآت. يلا شكرا لك يا حبيبتي، نتابع إن شاء الله برنامجنا وفقراتنا مرة ثانية. شوفوا لما نقول علينا الانتباه، هل جدي هذا اللي حاكم بيته زحل؟ ليش قلت له 15 يوم ما ينفع في ظل هذه المواضيع؟ وليش قاعد اقول بعد ال 15 يوم ممكن انه نروح لكل تفاصيلنا؟ لانه باختصار شديد انت كحاكم بيتك زحل، وزحل متراجع في برج الحوت بقران مع المشتري اللي هو حاكم بيت الحوت. طبعا هنا الحوت يجيب خسارات، يعني شاري حاجه حلوه ممكن يكون صاعد بطيارة، ممكن شاري سيارة لكن ممكن بها عطلات كثيرة، ممكن يصعد بطيارة تكون الطيارة كثيرة العطلات أو تتعطل الطائرة عند بالترانزيت أكثر من مرة وهكذا تقاس. لكن هالجدي هذا اللي يقول لك متراجع، أنت إيش عليك الحذر يا مولود الجدي؟ شو نسوي يا جدي؟ أول موضوع مهم تنتبه لمالك، لبيت المال، لأنه إن رحت خطبت في ظل هذا الموضوع ممكن تفسخ الخطوبة وتكون هاي حقوق مترتبة عليك ويروح مالك إذا انصرفت، تمام؟ وأيضا عليك الانتباه لنوع المشاريع، ما تختار أي مشروع في ظل هذه الطاقات، مع أنه الطاقات سعيدة في أعلى برج. لكن أرجع لحتى أذكر الجدي كل العشريات بعد 15/7 حلال أنه تعملون أي شيء يخص المال، لأنه زهرة هابطة وليس مرتفعة، فالهبوط والوبال هواي متنبئين خايفين ومخترعين وبال هبوط مخيف، لا مو كل الوبال خطير ولا كل، ليش نقول احنا طاقة فلكية تختلف من شخص لآخر؟ هنا جدي نقول له ستوب ويت، عليك انه انت تنتبه، لأنه من نال 15/7 ممكن تفعل طاقة المال بشكل رسمي، لأنه هذه الفترات خسارات، الزهرة متراجعة يا عزيزي. يلا إلى ألو آخر. ألو السلام عليكم. السلام ألو. والإكرام، أهلا وسهلا. شلونك عيني ست ميس؟ حياك الله، مية هلا، أهلا وسهلا، من معانا؟ شلونك أنا معلاوي عيوني؟ أم علاوي الغالية، شلونك دادة؟ شخبارك؟ الله يسلمك يا عمر، شلونك؟ وينك أم علي غايبة علينا؟ أنا من بغداد. شلون؟ أنا من أطراف بغداد أم علاوي. حياك الله وأهلا وسهلا بأطراف بغداد. تكثر يا عمري. وين أخبارك؟ على برج أختي. والله أنا أدق عليك وما حصلت. يا عيوني حبيبتي والله معلاوي، بعد تشوفين أنت الحبايب هواي وأنت منهم. الله يسلمك يا عمري. صباحا. عيوني ست ميس. أريد أشوف برج أختي، أختي مريضة والله. يلا تفضلي قبلي. 28/1 أفراح بنت أفراح. 28/1 أفراح بنت سكينة. طيب. أفراح بنت سكينة. 28/1/79. 79. عيون تشكي من العافيه، صداع، ما اعرف شنو سالفتها، نوب تقول عندي شقيقه احس اذا ما تضرب ابره يوميه ما تسكن تتخربط وتقع. شوفي قبل لا تحكين هذا الموضوع هسه انا ناويه اقول لك. عيوني ست مي. طالما زحل في برج مائي متراجع، شنو يجيب لي ابراج الجدي وللعقرب
وللقوس مسائل الصداع. أنا بشكل شخصي أعاني من نفس الأعراض الشقيقة اللي حيل فرضت علينا بمقابلات من زحل والمريخ الحواكم المهمة هاي. طيب هي 28/1 سدمي. اسمعيني، لا أنا قاعد أقول لك إنه تعمل لكل الأبراج اللي أنا ذكرتها هذا الموضوع. تعالي أقول لك قضية. شو خايفين عليها؟ ما أدري إيش بيها. لا تخافين عليها، لا تخافين عليها، هذه مواجهات، هذه هي مواجهات، هالمواجهات هاي تعمل هذه التفاصيل اللي أقول لك عليها. بس قضية واحدة أقول لك، شوفي هسا أنا إذا أريد أطلب منك إنه تعمل إيش؟ إنه تعمل تشيك لمسائل الأمعاء. طب الأمعاء شو علاقتها بالرأس؟ وأيضا قضية ثانية من الرطوبات، كل الأبراج تمرض من الرطوبات، من تقلب الطقس، هم مو الطقس يسمونه اختلاف الطبع. تمام. على فكرة في شيء قد يكون في مسائل الأمعاء، إن عالجته يذهب الصداع. طيب شلون يروح الصداع خيه؟ تعالي أقول لك قضية. تدرين شنو حب اليقطين هذا اللي ينكرزه بالمساء بالليل؟ خلي تاخذ هيك فتحفنا يومية بالليل، بالليل قبل تنام. هي مهمومة همي، أنا أقول أنا هاي سبب التفكير. لا تفكر ببناتها. لا 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 مو بس مهمومة، لما هو الهم يقتل على فكرة. الهم اي والله هو الهم مرض، يعني مرض، والمرض ممكن انه شايلة هم بناتها. أنا قلت لك عليها ذيك النوبة، واضحة واضح عندها بنات ثلاثة او أربعة. قلت لي قسمتهم تجي بالسادس وماكو شو. قريبا قريبا شو وقت؟ 15/7 15/7 أفكار وأمور تنقلب إن شاء الله. فأمورها تتبدل إن شاء الله. فعموما حبيبتي حب اليقطين صباحا على الريق خلي تاكله إن شاء الله ينضح المصران هذا والأمعاء هاي. نعم فقدنا الاتصال. أم علاوي البسملة على ماء بارد صباحا أيضا وياه. وأنا لو أقول لكم شو علاقة هذا الموضوع لكان والله شر البلية ما يضحك أحيانا، بس هي بعد عوارض الإنسان جسم. يلا إلى ألو آخر. ألو ألو صباح الخير. صباح النور. شو اسمه؟ يوسف. أهلا وسهلا حبيبتي، منو معانا؟ أليف بنت حاء. من وين يا أليف؟ من الأنبار. حي الله الأنبار وهلها. شو اسمه يوسف؟ لسألت على 2007 اللي هو منو؟ 2007 أي منو؟ 22/3 يعني منو هذا؟ حاء أليف بنت حاء. إشقد؟ إشقد؟ 23 2007 ايه؟ 22/3 طيب وبرج ثاني 2009 دقيقة 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 ال 23/3 ولا ايش قد؟ 22/3 تمام اوكي ايوه. وبرج اختي الثاني 2009 طيب 17/10 تمام. الفين وسبعة الحمل عن الصحة والنصير والميزان عن النصير الحمل. يلا هسا الميزان حمل يعني تحكي عن الإنجاب؟ لا الميزان عن الصحة. إيه. والحمل عن النصيب والصحة. طيب الحمل تاريخ الميلاد شقد؟ 2000 وشقد؟ 2007 تمام. والثانية؟ 2009 عن الصحة والنصيب. يلا تعالي أقول لك عن الحمل اللي هو بيت البدايات مع بدايات جدا مهمة لمولود الحمل. شوفي هذه المولودة هو ممكن يحصل لها نصيب هذا العام ممكن، بس هالنصيب ما راح يتم. راح تي من عندنا ولا بعتها ويانا موجودة؟ لا موجودة اسمي حبيبتي. مولود الحمل ممكن، شوفي أنا اللي واضح معايا متأثرة من طاقة ما تمت أو متأثرة من شخص قاطع اتصال أو ما في تواصل بيناتهم، أو ربما تكون عندها علاقة بهذه القضية، ممكن أنه يكون أكو كلام وحديث لكن تتقطع الأوصال، أو ممكن أنه ما تتم هذه الطاقة. ليش ما تتم هذه الطاقة؟ لأنه هالحمل هذا اللي راح يعمل مواجهات بعد 15/7 على وين؟ على جانب الحمل. طبعا أنا كلش أحترم الحمل، حمل من أجمل الأبراج اللي أنا أتمنى أتعامل معه، حمل دبلوماسي. سأرجع حتى أتحدث لكم شوي عن الحمل. فممكن تكون طاقة ما تمت، أو قد تكون هي ناطرة أو تتابع علاقة، أو ربما ناطرة خبر أو تريد تشوف خبر، أو
بس بالعموم تسمع خبر طيب، هالخبر يخص العلاقة أو في علاقة جديدة أو كانت علاقة متقطعة تعود من جديد، لأنه عودة العلاقات من الماضي لهذه الأبراج واللي راح تشمل الحمل والعقرب والقوس وشيء من الأسد وأيضا مواليد الحوت. هذول ناطرين عودة علاقات من الماضي أو قد تكون هناك علاقات ما تمت تعود من جديد. بالعموم هل في نصيب؟ إيه نعم. متى يتم النصيب؟ يتم النصيب 1/12 يعني على 25 ممكن تكون عروسة. صحيح صحيح؟ ايه تمام. تعالي خلينا نتحدث اليوم عن مولود ايضا الميزان. يا الميزان يا المسكين، الحامل هم من الصحة هو هو اوريدي هالجيتو اللي عامل تشوك في برج الميزان جدا مصدع الحمل، عامل له مواجهات، مرة طيب مرة توقع، مرة تركض مرة تقوم، مرة كل يوم في حال معين. هذا الموضوع من شأنه أيضا يتقاسم مع مواليد الميزان اللي هو نفس الطاقة اللي قاعد يعاني من عتها واللي ممكن أنه يكون هو سبب الانتكاسات لمولود الميزان. طبعا الميزان هنا تتقطع عندهم السبل في العمل، مو معنات القطع من العمل أنه هو لا تأذى، لا ممكن ناطر عمل أفضل، شيء ترقية يعني يقطع ثم يترقى لمكان أفضل. ممكن نشوف الميزان في محلات أكبر. ليش؟ لأنه كان عنده جيتو في العذراء، قطع عنده العلاقات، ما تمت عنده علاقات ارتباط أو زواج، والمتزوجين منهم ممكن يكونون زعلوا وقعدوا كل واحد على جهة، ممكن يكونون رجعوا في ظل الجيتو اللي نزل عندهم. بس الفترات القادمة اللي راح ينتقل هالجيتو هذا هي مريضة حيل كالسيوم. طبعا يا حبيبتي، ما هو وين راح يصير؟ من الميزان للعقرب، والمريخ هو حاكم بيته هنا، ممكن أنه شو يقول لها؟ تعبانة، مو قادرة تتمشين، مو قادرة تتحركين، وضلت تشكي من معدتها. زين اسمعيني، تدرين شنو؟ تروح تاكل الزيتون الأسود وليس الزيتون الأسود وليس الأخضر، إنه هذا يختلف. وهذا هالمغنيسيوم وهالحديد وهواي تفاصيل، الله سبحانه وتعالى تحدث عن الزيتونة لا شرقية ولا غربية. فهذا الموضوع يعني يوم يقول لك لا شرقية ولا غربية، ايش شو بي الزيتون هذا لا شرقية ولا غربية؟ شو هذا؟ هذا حزورة؟ هذا لا، هذا هو دواء النساء اللي هو التين، الزيتون، وايضا الحبه السوداء. والله لو تعرفون في هذول الثلاث مواد اللي انا اتحدث عنها طب العالم به، هذا يعالج الخليه، يعني الخليه قبل ان تنشطر وتموت وتنتهي. هذا من شأنه انه شلون انت مولود صغير بسرعه ينتهي لا، هذا يبقى محافظ على الخليه. وفي سر جمال كثير من المشاهير والناس، وانا اعرف هذه المواضيع بصراحه، انه لو تعرف عمرهم الحقيقي ما تصدق انه يروحون هوايه للزيتونه، فخذت اكثر من اكل الزيتون صباحا صباحا على معده فارغه، وراح تشوفون وراح تشوفين شلون ممكن انه يتبدل الحال معاها. تمام. طبعا لا مانع من مراجعه الطبيب وحتى نشخص الخلل، بس حتى تكمل هذه المواضيع اللي هي دائما في يعني نقص او في انخفاض من خلال اكل الزيتونه والحبه السوداء. يا حبيبتي خليها مع التمر، شحلات التمر، يلا علاج النخلة. الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بالنخلة العامة وقال دير بالكم عليها. فيا ريت لو كل الناس كل الناس يكون في بيتها زيتونة ونخلة، يعني ما باعوا قدرة الله حتى في الأرزاق، حتى في الأرزاق أنه هذا البيت ما يفقر أبدا طالما في زيتونة وفي نخلة، وليجلبون الخير حتى بفعل الطاقات وعمق الطاقات يجلب الخير لك. تمام. يلا شو في اتصال هاتفي آخر أيضا. الو 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 طيب الو صباح الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، اهلا وسهلا. هلا اسمي انت حبيبتي، شلون صحتك يا الغاليه حبيبتي؟ الله يسلمك حبيبتي، شلونك اخبارك؟ والله انا بخير، ايش حالاتنا؟ صير بنسمع اخباركم الطيبه. الله يسلمك حبيبتي، بس بدل على برج الميزان. اكيد بكل سرور. اي حبيبتي. منو؟ سجا. صديقة البرنامج. سجا وين؟ لا غايبة عني أنا إذا صديقة البرنامج. والله حبيبتي أدب المابزة. طبعا أكيد يعني بعد الحبايب هواي وأنتي من عندهم والكل يكبس صباحا، فحتما ما راح نسمع صوتك الحلو. أي حبيبتي. طيب سجاوي يلا شلون أساعدك؟ والله بس على برج الميزان 13 أي 96. منو هذا؟ أنا سجا. طيب سجا بنت؟ بنت وشرية. يلا ميوسه عينها حبيبتي، بس ابدا اعرف يعني انا شنو علي؟ اكو علي عمل؟ انا حسيت شيء، لان كل ما تجيني قسمه تصير بالله للنهايه وتخاف. قبل اسبوع جتني يعني قسمه
وصارت يعني وصلت للحفلة وكانت تخرب. زين احنا تنبأنا لك بهذا الموضوع قبل لا ابدي باي شيء. انت قلتي لي شهر 11 تجيش قسمة. طيب. يعني. بس انا اكدت اكو نصيب. اي بس يعني للهاية للحفلة وصلت وخربت يعني تصل للنهاية وتخرب ما تصير. اريد اعرف شنو السبب ليش. هسه الشهر ال 11 اللي قاعده اتحدث لك عنه واللي قلت لك فيه نصيب هو هذا نصيبك. اي يعني ما ادري بس الله عليك تشوفي لي يعني اكو شيء علي عامل حسد يعني دايمنا هذا الشيء. سمعي الصافات سورة الصافات اسمعيها أي. كثر ما قدرتي وايضا على ماء بارد راح يكون بقدح نظيف يكون من اعلى راسك الى الظهر منتصف الظهر يعني انت وجالسه راح يسكب هذا الماء على يعني منطقة الرأس يعني أقرأ على مي وأسبح بالمي؟ ما لا ما تسبحين أنت ولابسة ملابسك أصلا يجي أي أحد شخص أي. يسكب الشيء على رأسك بمنطقة الرأس بالضبط هنا ويكون على الظهر من الخلف هنا تبرئين من كل المسائل اللي فيها طبعا هاي في أرقام وفي مسائل أنا عادة ما أروح لهذه التفاصيل بس لأنه شهر ال 11 هذا هو شهر النجاحات إلك فحتى ما تفوتك هذه الطاقة وخليني أقول لك قضية يعني. ثانية اكو قسمه شهر ال 11 ان شاء الله بمشيئه الله نحن قلنا لك في نصيب هذا العام وصار النصيب وانقطع وانا كنت متاكده انه هذا النصيب يقطع لكن ما حبينا انه نحبط عسى الله سبحانه وتعالى يصدق الله ويكذب المنجمون حتى وان صدقوا تعالي اقول لك قضيه حتى نروح الى نجاح هذا الموضوع وشنو هو المسببات لهالميزان هذا اللي بطل من عمله بس الله راح يرقيه الى مكان افضل وشنو هالموضوع هذا اللي الرزق باولاد وبمسائل وممكن يكونوا مرضى والله هالموضوع ميزة والله تعبت حتى صحتي تعبانه اعرف والله من غير ما تحكين مع الحاله اللي قلت لك اياها تبرئين من جانب الصحه والجمال وحتى مسائل النصيب والشراكات لانه نفسه جيتو اللي جالس في برج الميزان هو من يقطع العلاقات انت قبل قليل لو كنت متابعتني انا كنت اتحدث حصرا عن مولود الميزان وشنو كان بالميزان وشنو صفات الميزان وليش قاعد يصير ويا هاي المواضيع فانت لو كنت مطرطشه اذانك معنا كان فهمتي انه انا كنت احكي بصراحه عن مولود والله الميزان والله ما سمعت حتى التلفزيون سمعت على الموبايل يا حبيبتي اذا يا الغاليه اسمعيني وافتهمي القادم جدا حلو ولازم يكون حلو ليش لانه عمق الطاقات اليوم اللي انا اقول بيها لا مجال للتشاؤم لا مجال للخلاف ما ممكن شيلوا من قاموسكم نعم الله عليك ذات عمرك شوفي لي على برج الجوزاء بعد 30/5 ايش بيه جوزاء ما ادري في راسي يقول عندنا اتصالات اخرى يعني سوري من عندك لا الله عليك بس هاي شوي انا بس لمود هاي قلت لك شنو عليها المعامله اللي نسويها طيب هي تتحدث عن معاملة أنا ما فهمت إيش معاملة لكن للجوزاء اللي يتحدثون عن المعاملات اليوم كنا مركزين كلش على مواليد الجوزاء وكأنه اليوم هو سبحانه وتعالى بيضة القبان هو الجوزاء تحية إجلال وجمال وحضور وشحلاتك يا مولود الجوزاء لحد ها لحد الشائم ترى والله ماكو كبر ما ترى ماكو كبر جمال الميزان ليش لأنه الجوزاء شو الميزان والجوزاء لانه الميزان والجوزاء هم اللي مبكلين هالدلتا لتخبط منا الى نهايه السنه مولود الميزان تخلي رجل على رجل طبعا برعايه منه شوف دا ارجع لك شو اربط الثاني بالاول ليش هو المؤثر الاول طيب فلسفه فالجوزاء شو تسوي عيوني تخلي رجل على رجل وتقعد وتامر وتنهي وتتامر المشتري السعد الاكبر في بيتك لو اجتمعوا عليك جيوش الكون يحاربوك لا والله ما قدروا ما قدروا شوفوا الجوزاء في حضور حلو عنده هو مو شخصيته المتقلبة أبدا هم يقال لك أنه شخصيته المتقلبة لكن أنت حاول تعرف أنه الجوزاء إن داس دقمة وحكي وياك بالوجه الأول لكن إذا حكي وياك بالوجه الثاني أولي عليك شو وقت هاي لما الأفلاك تجتمع لحتى تعطي الحظوظ الكبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي والله أنا شفت يمكن بالتصويت يتحدثون عن مولود الجوزاء أريد الجوزاء شبيه جوزاء شحلات الجوزاء أكثر عام يليق للجوزاء هو النص الثاني من السنة المشتري معاك ولسه يوم 15/7 معاك حدث يفلق الحجر هنا نقيس الإناث تتزوج الشباب عندهم مشاريع تزدهر وعلى فكرة مو بس هذا الموضوع نشوف مظاهر الفرح والسرور والتجمعات وكثير من المسائل الحلوة ونفس هالجوزاء هذا اللي راح يجيب لنا الشتاء مبكر هاي ايش رايكم في مواقع التواصل الاشخاص يقولوا والله ما يستي وين تحكين احنا كلش تعبانين وشوفوا مو انتم خلي اقول لكم انتم من الابراج الهوائيه ما ينفع تتشائم
انت يمكن تكون الكابل، انا هيك خل احكيها بالمفرده البسيطه، الموصل للخير والشر. تتوقع شر ياتيك شر، تتوقع خير ياتيك الشر، الخير تمام. فبصراحه اللي عنده مشاريع يروح يعمل مع الجوزاء، يشارك الجوزاء يربح من النص الثاني من السنه فقط. يلا طبعا ما عدلوا، ها ما ننسى صاحب السياده والنيافه عدلوا، شحالاتك يا دلو. طيب يلا الى الو اخر فراس. طيب شلونك؟ الو مرحبا. الله يسلمك. يا اهلا وسهلا. يا عزيزتي الغاليه يسعد لي صباحك وايامك، منو معانا؟ شلونك عيني؟ عمري انت، منو معانا؟ الله يسلمك بعد قلب، انا وياك ام زينب. يا هلا وكثير الهلا خي ام زينب، استحشناك ما بعد قلبي. شلونك؟ في الدول عينك. بعد قلب الله يسلمك. وين اخبارك ام زنوبه؟ والله ما اريد تشوفي لنا شنو السالفه، قلت لي ترجعين 6 ابريل وما رجعت لسه. اه بس ذكرينا حتى نفهم عن شنو؟ اي والله انا مترجحت، انا مولود الاسد وهو الثور. اه الاسد؟ اي والله لسه قلت لي 6 ابريل وما قد اشوف شنو القضيه. ام زنوبه. اه عيني. خيي الله بالخير. الله بالخير عليك. والله انا اريدك خاص بالكنترول اسولف وياك، ما اقدر على الهواء. سوري تعذريني. آه. كلش تعذريني. شكرا لك. طبعا والله مسكينه هالم زينب هاي. خيا شو اسولف لك وانت سالفتي؟ على الهوا بعد احنا. يلا الو اخر. نحكي بعدين نكست. اقول لك ايش بيه الاسد مع انه الاسد. الو. الو. الو مرحبا شتني. عيني مرحبا اهلا وسهلا. ام احمد من الموصل. شلونك ام حمودي شو اخبارك؟ الحمد لله ببشرك على مسارة مثل ما توقعتينا نجحت الحمد لله. يا الله والله ما اقبل غير الهلاهل، مستحيل ما احكي بعد. بس خليني صحيتي حتى هلهل. لا ما لي علاقة، حتى لو قللوش اسمع قللوش. يلا هلاهل. غير مستاهلها بعد شكو. غير اني ميوش وما اقول. يلا على الخير ومبارك حبيبتي. قسمتها. شلون؟ قسمتها 30/4. اللي منو؟ سارة بنت كريمة. اي؟ قسمتها. عن القسمة؟ ايه هي نجحت هسه تبقى صار القسمة. يلا نجحنا لك اياها وبعد راح نقول لك انه بنصيبها شنو هاي؟ 2001. طيب 2001 هي؟ ايه 30/4. طيب. اثنين. قبل ما يقطع الاتصال 30/8/75 على مود الصحة. لا احنا. بس اخذت شيك مادة، ما اخذت شيك طلع الدهون شوية مرتفعة. حبيبتي ايه تمام. نكمل على النصيب لهذه المواليد. ايه طيب بس انا اسال سؤال، هي ناويه تغير لون شعرها اشقر ملون شيء؟ ان شاء الله. ايه ناويه. ايه ناويه. ايه حتى هاي عرفتيها ميس، هاي شنو هاي؟ كارثه برنامج زاغروس احنا كارثه، لذلك لازم نكرر. الله يحفظك قبل ما ينقطع الاتصال. شلون؟ 30/8 على مود الصحه انا. ايه الصحة. هاي انت ام الصحة تعانين من الدهون على الكبد، روحي شوفي الكبد كلش واضح هذا الموضوع. زين يعني يمكن وصلنا لنهاية جولتنا الصباحية، بس والله تدرون شنو؟ قد يكون البرنامج متعب لان بتوقعات وبحضور وانت لازم تستحضر طاقاتك وانت، لكن ثقوا بالله انا هالبرنامج هذا انا اشعر طايرة كأنه يعني مسافرة، ما اعرف يعني شنو شنو عمق وجمال هالطاقة هذا مع الأشخاص مع كل ناسنا ومع كل يعني متابعينا، وشون ممكن أنه يكون أكو هالاحترام المتبادل وهالحضور الحلو لهذا البرنامج. عموما ممكن أنه يوم 7/8 بلشت الطاقات، بلشت كرت الدلو، بلش كرت الدلو اللي تابع لبرج الثور ب 2024، يعني قبل دخول السنة كلكم ارجعوا لرابط التوقع اللي كنت أتحدث به. ليش احنا رحنا على مولود الثور؟ لأنه كانت أصالة هي من برج الثور وأنا تحدثت لها نجاح لأغنية ساحقة، الكل يرجع لهذه القطعة، وأيضا يتحدثوا وأيضا تابعوا نقلت في مصالحات، برج الثور مصالحات، وشفنا يمكن فنانتنا الحلوة أصالة صالحت مع منو؟ ما راح احنا حتى ما نسوي أي إعلان، فأرجع لحتى أذكر مولود الثور صاحب النيافة والجلالة وفراس طبعا راح يقول لي ميس ميس ايه. بس والله هذا العام عام ممكن يكون من أغرب الأعوام،
كل ساعة في شيء، كل ساعة وكل دقيقة في حدث مهم يكون، تمام؟ بس أكيد إحنا خلص وصلنا إلى ختام فقرتنا الصباحية، وقبل أن أختم فقرتي الصباحية وعلى طاري أنه برنامجنا يستاهل الحضور ويستاهل التقدير على صعيد هالموضوع هذا، طبعاً تكرمت قناتنا من نقابة الفنانين مهرجان الفن والإبداع، والذي كان عن برنامج أفضل برنامج لنسمات زاغروس الصباحية. طبعا تحية مباركة من القلب إلى الست هيفاء الحسيني المتمثلة والراعي والعامود الفقري لقناة زاغروس، اللي أكيد أعطت الكثير من صحتها ووقتها لحتى تخرج لنا هذا البرنامج. وطبعا ما ننسى جيش خلف الكواليس اللي شارك أيضا بإنجاح فقرتنا الصباحية، كل الحب والاحترام، ونتمنى إن شاء الله قناتنا اللي هي بمثابة عائلة وحدة ندخل كل البيوتات العراقية ونكون إحنا سبب سعادة الجميع. بصراحة أنا يقشعر جسدي لهذه العبارات الحلوة، لأني أنا أعتبر نفسي أيضا عنصر مهم من برنامجنا الصباحي. الحب والتقدير لقناتنا المجيدة، ويا ربي من نجاح إلى آخر. بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو حتى نسمع تهانيهم وتبريكاتهم بهذا التكريم الجميل. أكيد شكرا لك يا زميلتنا ميس، وفعلا هو هذا التكريم دل على أنه برنامجنا اللي هو برنامج نسمات زاغروس مشاهد من قبل العائلة العراقية وكل شرائح المجتمع، كونه يستقطب كل الأعمار وكل الأجناس، بالإضافة إلى المواضيع والتقارير والاستطلاعات اللي دائما نطرحها من خلال شاشة زاغروس، كذلك كادرنا الجميل اللي من ضمنهم أني والمقدمات زميلاتي، وأيضا طاقم الإخراج والمصورين وحتى مهندسي الصوت وفريق الإعداد المتماثل بيس السمر. لكن هذا الفوز هو بداية نهدي لمديرتنا ست هيفاء الحسيني، كون لولاها ما وصلنا لما وصلنا عليه الآن، كون هي الداعم الأول والأخير لكل المواهب والطاقات الشبابية بمجال الإعلام وبقية المجالات، وحرصها وخوفها علينا وملاحظاتها إن ما كان وصلنا لهذا المستوى. نعم طبعا، ودعمها المتواصل وعطائها، ودائما قلبها الأبيض اللي دائما ينطينا هذه الطاقة الإيجابية. نعم. ينطينا هذا الدعم المتواصل، ينطينا هذا، نستمد من عندها النجاح، نستمد من عندها الثقة، نستمد منها الطاقة الإيجابية، نستمد من عندها طبعا فقرة العطاء. نعم. مو أي أحد ممكن يمتلك أنه دائما يعطي، لا، هي معطاءة دائما. فعلا. دائما تكون داعمة، أنه ما وصلنا إلى هذا النجاح إلا من خلالها، من خلال دعمها، أنه من خلال عطائها المتواصل. فعلا. أنه من خلال أنه هذه الثقة نكتسبها من الست هيفاء الحسيني، أكيد مبارك لها، وأكيد نهدي هذا النجاح لحضرتها. طبعا اكيد طبعا زملائي اليوم احنا شاكرين، نهدي هذا النجاح مبارك لنا ومبارك لي اكيد للست هيفاء الحسيني اللي هي داعمه اساسيه لكل المواهب. ودائما نقول احنا قناه زاغروس سباقه بنقل الاحداث اول باول، وكذلك برنامج نسمات زاغروس من اهم البرامج اللي تكون به فقرات ممتعه ومميزه. طبعا ست هيفاء الحسيني من اكثر الأشخاص اللي يتعبون ويتواصلون مع الكادر، وذكرت زميلتنا ميس طبعا هناك كثير كثير من الأشخاص والجيش خلف الكواليس اللي يعملون على هذا البرنامج. نعم. كذلك احنا نقول شكرا 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 جزيلا من القلب ست هيفاء الحسيني اللي وصلنا هذه المرحلة، ومبارك إلنا وإلك كذلك. نعم. بالتأكيد يا نور، بالتأكيد فعلا أنه أول بداية أنه نهدي هذا النجاح لست هيفاء الحسيني، بالتأكيد خاصة أنه هي بكل كادر القناة بكل برامجها المتميزة دائما أنه نشوف إحنا أكو نجاح وأكو تطور، من حيث أنه ممكن أغلب الأشياء ممكن تنهار بالوقت، لكن هي بالعكس تدعم وتختار بعناية. هذا أجمل شيء. وباقي يا نور أنه نفس الهرم بالعكس ده يكبر ما شاء الله، وده يزداد جمالاً وتألقاً. نعم. طبعاً أكيد إحنا ما ننسى الملاحظات اللي تقدمها لكل المقدمين طبعاً، وإحنا ناخذها بعين الاعتبار كأخت وقدوة لنا كبيرة. طبعاً مستمرين وياكم ببرامج فقرة برنامجنا لهذا اليوم. طبعاً خلنا ناخذ تغطية لمهرجان الفن والإبداع بدورته الثانية، خلونا نشوف هذه التغطية ومن بعدها راجعين.